السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ وكل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. واخدين بالكم من نفسكم ومحافظين على نفسكم من كورونا. الترم ده هبدأ معاكم الـ Introduction to Fluid Mechanics أو الـ Fluid Mechanics. الحقيقة الـ Fluid Mechanics علم مهم جدا، وهتلاقيه بيتدرس في قسم مدني، قسم ميكانيكا، قسم كيمياء، بايوميديكال انجينيرنج، لانه مهم. الدم اللي بيمشي في عروقنا، الدكتور الشاطر بيفهم شوية فلويد ميكانكس عشان يقدر يتعامل مع فرعان الدم والقلب وكده. المايه اللي بتمشي في المواسير، سواء هتغذيكوا زيكو في البيت وهكذا، لازم فيها جزء من فلويد ميكانكس. المايه اللي بتمشي في النيل والترع والمصارف فيها فلويد ميكانكس، وهكذا. زي ما هنشوف مع بعض. أنا اسمي محمد حمدي نور، مساعد قسم الري والهيدروليكا، وهبقى جزء من الستاف اللي معاكو السنة دي في الفلويد ميكانكس. وزي ما الجامعة قالت لنا، عشان نحافظ عليكم ونحاول إن يبقى العدد قليل اللي موجود في أي لحظة زمنية في الكلية، فهيبقى في أسبوع اللكتشرز بتقام من المحاضرة فيس تو فيس يعني، وأسبوع بتقام أونلاين، والفيديو تيبس دي هتبقى موجودة لكم، البرزنتيشنز اللي عليها ساوند موجودة لكم، وهنبقى إحنا في جايبين عدد أعضاء التدريس كتير بحيث نحاول نرد عليكم في أسرع وقت ممكن في جميع الأسئلة. زي ما قلت لحضراتكم، هيبقى عدد أعضاء التدريس كبير شوية في الكورس ده، عشان نقدر نجاوب على اسئلتكم في اقرب وقت ممكن. وبرضه لاهميه الكورس ده انه بيخدم مواد كتير بعد كده، يعتبر البيز بتاعها. استاذ الماده استاذ دكتور احمد امام، انا هبقى معاكم محمد حمدي نور، هيبقى معانا الدكتور طالب صلاح، والدكتور محمد عطيه، والدكتور محمد جاد، الدكتور محمود صادق، الدكتور احمد سليمان، والدكتور محمد عزت عمار. طيب، المادة زي أغلب المواد اللي من 200 درجة عندكم، هيبقى الفاينل من 120 درجة، وأعمال السنة عليها 80 درجة. ال 80 درجة دول هيبقى 35 درجة ميد تيرم، واتنين كويزز هنحاول إن هم يبقوا في الكلية هنا 15 درجة، وكلاس ورك 10 درجات. وهيبقى في جزء معملي، نأمل نعرف ننزل المعمل بحيث تشوفوا بعينيكوا الاكسبيرمنتس اللي بتحقق القواعد اللي احنا بنقولها طول السنة، بحيث تقدروا تحسوا بيها اكتر. فهيبقى في لاب ريبورت واورال اكزام عليه 20 درجة. بالنسبة للاونلاين كورس، احنا لسه ما بين الجوجل كلاس روم والبلاك بورد، بنحاول يعني عاملين اكسبيرمنت كده نشوف اني هيبقى اسهل ليكم واني امن. يعني في خلال وقت قصير جدا هننزل لكم الديتيلز بتاع كيفيه التعامل مع الاونلاين كورس بلاتفورم. هنحاول ان يبقى في المحاضره نقول اغلب الحاجات بمعونه سكشن يبقى كافي، ولكن بننصح دايما ان انتوا تحاولوا تقروا زياده عشان تفهموا المفاهيم اكتر. فمرشحين اربع كتب، ولو دخلت على جوجل هتلاقوا اكتر من كده، بس الاربع كتب دول كويسين جدا في شرح الفاندمنتالز اوف فلويد ميكانكس، أو الكتاب الأساسي، وفي مسائل كتير محلولة بتاع مونسون أند كوركرز، في فلويد ميكانكس الفيست إديشن بتاع وايت، إنجينيرينج فلويد ميكانكس بتاع كرو أند ألجر، وفي شومز ده في 2500 سولفت بروبلم الفلويد ميكانكس. طيب، احنا ليه يعني ايه الهدف من الكورس ده، او ليه بندرسه؟ زي ما قلنا ان غالبا اغلب اقسام الكلية اللي فيها فلويد بيتحرك او ثابت بتدرس، فهتلاقي بترول بيدرسه، هتلاقي تعدين بيدرسه، هتلاقي مدني بيدرسه، هتلاقي كيمياء بيدرسه، هتلاقي ميكانيكا بيدرسه.
فليه ليه الكلام ده؟ الـ intended learning outcomes اللي احنا بنأمل ان حضراتكم تبقوا عارفينها في اخر الكورس، ان هو to realize the importance of the subject and its applications in hydraulic and civil engineering. فبالنسبة لنا احنا كهندسة مدني هبقى مهتم افهم مفاهيم الفلويد ميكانكس وازاي اقدر استخدمها في علوم المياه اللي هي من اهمها الهيدروليك. فالترم الجاي هتاخده هيدروليك، هيبقى مهم جدا ان انتوا تبقوا فاهمين الفلويد ميكانكس عشان تقدروا تنجحوا فيه وتفهموا مفاهيمه بسهوله. تاني ليرنينج اوت كام منتظرينه انتوا understand the basic concepts of fluid mechanics, basic laws governing fluid motion زي mass conservation, energy conservation, momentum conservation. هاي المفاهيم دي مهمة في fluid mechanics بس برضه مهمة في علوم أخرى، فلو حضراتكم فهمتوها كويس هنا هتفيدكم في كتير من المواد اللي لسه هتدرسوها لغاية رابعة. آخر حاجة نفهم الـ application to hydraulics and civil engineering problems basics of other subjects and other design applications. يعني هنديكوا الأساسيات اللي تسهل عليكم الفهم في الكورسات اللاحقة اللي ليها علاقة بالمياه. فلو حبينا نمشي على المنهج كده هنلاقي أول chapter اللي هو introduction and fluid properties، ده في الآخر هنعاوز أفرق ما بين السوليد والليكويد والجازز وأعرف الفلويد بتاعتي اللي هي عبارة عن ليكويد وجازز يندرجوا تحت الفلويد إيه أوصافها وإيه أهم البروبرتيز بتاعتها وإزاي أتعامل مع الدايمنشنز واليونت اللي هي أصلا أغلب غلطاتكم في المسائل لغاية رابعة يبقى إن إحنا مش عارفين نخلي اليونت ماشية مع بعضها. هنحاول نراجع معاكم بعض المفاهيم دي اللي خدتوها في الثانوي. تاني تشابتر هيتكلم على الفلويد ستاتيك. ستاتيك يعني ايه؟ يعني حاجة واقفة. فأنا بتكلم على الفلويد قبل ما يتحرك، ده مهم في ايه؟ مهم في الخزانات، مهم في تصميم أي كونتينر جواه مية أو فلويد، ازاي أقدر إن أنا أصمم الكونتينر ده من غير ما انهار تحت من القوة اللي جاية من الفلويد. تشابتر 3 هيتكلم على البوينسي اند اكسلريتد فلويد ماسز، لو تفتكروا ارتميدس برنسبل اللي خدتوها برضه في ثانوي هنراجعها وهنبتدي بقى نستخدمها في ازاي ان انا اتعامل مع المياه انها تقدر تشيل لي او اعرف ازاي احلل قوة البوينسي بتاع المياه وادخلها في معادلاتي. من اول شابتر 4 هبتدي بقى اتعامل مع الكاينمات والداينامكس، يعني هبتدي المايه تتحرك معايا، فالمايه تتحرك معايا هبتدي ادخل يبقى معنى كده في velocity في acceleration، هبتدي معادلات الحركه زي برنولي، معادله الانرجي زي برنولي تبتدي تخش معايا. عرفت الانرجي اللي متكونه في الميه وازاي اعملها اناليسز، ابتدي اطور ده، ابتدي اطور ده في المومنتم برنسبل واللي بيمكنني انا في الاول قدرت احسب الفورسز بتاع الميه وهي ثابته، ابتدي احسب الفورسز بتاع الميه وهي متحركه، ده هينفعني في تصميم مثلا بعض العناصر بتاع مواسير المياه تحت الأرض والمياه ماشية فيها بحيث إن هي ما تنهارش أو قطع منها تبتدي تتكسر تحت الأرض. تشابتر 6 وتشابتر 7 هيبتدي يتكلم على أهم الأبليكيشنز بتاع الفلويد ميكانكس فيما يخص علوم المياه الخاصة بالهندسة المدنية أو فيما يخص السيفل إنجينيرنج. فهبتدي بعض الأسامبشنز اللي عملتها شابتر 1 لغاية شابتر 5 ابتدي ان انا اقلل منها شوية واشوف ازاي اعدل المعادلات بحيث يبقى اقرب للحقيقة، وبعدين ابتدي اخد ابلكيشن واهم الابلكيشنز اللي بتتعرضوا لها هو تصميم المواسير وتصميم الطرمبات، فهنبتدي نديكوا انتدكشن عنها ونعمل حساباتها في شابتر 7.
وبالتالي هتلاقونا ماشيين بنفس الكونسبت بتاع الاستاتيكا والديناميكا، الستاتكس والديناميكس اللي انتوا خدتوها في اعدادي. هلاقي الجزء الاولاني من الكورس بتعامل مع الستاتكس او الفلويد بتاعي وهو ما بيتحركش، والجزء الثاني بيتعامل مع الكايناماتكس والديناميكس هو فيه قوانين الكونزرفيشن اوف ماس وكونزرفيشن اوف مومنتم وكونزرفيشن اوف انرجي اللي هو بيتعامل مع الفلويد وهو بيتحرك. نأكد تاني ليه أنا بدرس فلويد ميكانكس. أنا بدرس فلويد ميكانكس لأن هي زي الأساس بتاعي، زي الرياضة بالنسبة للهندسة، زي الفيزياء بالنسبة للهندسة. فالفلويد ميكانكس ده العلم الأساسي اللي بيمكنني إن أحل مسائل مهمة فيها فلويد بيتحرك. أهم فلويد بالنسبة لنا هيبقى المية، في الهواء في بعض الأجزاء بيبقى فلويد مهم، لكن المية هو أهم حاجة عندي. فهلاقي عندي إن في بايب فلو أو أوبن شانل فلو، في بايب نتورك، يعني هتعامل ازاي مع مواسير الميه، هتعامل ازاي مع السرعة والمسار، هتعامل ازاي مع مواسير الصرف الصحي. من غير ما افهم الكونسبت بتاع الفلويد ميكانكس مش هقدر احل المسائل اللي ليها علاقه بدي، وبالتالي مش هقدر اصمم خط ميه من محطه ميه لغايه بيت حضرتك، مش هقدر اصمم خزان ميه، مش هقدر اصمم ترعه، مش هقدر اصمم مصرف، مش هقدر اصمم ابار pumps and wells. طيب ايه بقى الثاني ابلكيشن الثاني؟ كتير قوي احنا بنبقى محتاجين نعمل قياسات. القياسات دي عاوز اعرف نهر النيل هيديني ميه قد ايه. طب ازاي اقيس اصلا تصرف نهر النيل؟ في ميجرنج تول، ميجرنج ستراكشر، كنترول ستراكشر، نافيجيشن ستراكشر، عشان زي اللوكس اللي هي بتعدي المراكب. كل الكلام ده محتاجه ان انا ابقى فاهم البرنسبلز بتاع الفلويد ميكانكس. طب هل ده بيخص علم المياه بس؟ لا، ده انا لو انا بعمل بيت والبيت ده فيه بيزمنت، فيه بدروم، البدروم ده متعرض لبره، خصوصا في حته كتيره المياه الجوفيه عاليه، متعرض لقوة من المياه. طب ازاي اصمم البدروم ده انه ما ينهارش في وجود المياه الخارجيه؟ طيب لو انا شغال في مواني، تمام، المواني في والارصفه البحريه في قوة جاية من المية، ازاي اتعامل مع القوة دي وانا بصمم الاجزاء المختلفة. الـ environmental application، اغلب الـ models الرياضية اللي بتتعامل مع، عاوزة تعرف نسب التلوث وتركيزات التلوث في الانهار وفي حتى في شبكات المية، محتاجة fluid mechanics principles. فبالتالي انت مهم جدا انك تبقى فاهم القوانين اللي هندرسها والمفاهيم اللي هندرسها في السمستر ده سوا، لان حضرتك هتفضل تطبقها في الترم الثاني من ثانيه وفي ثالثه وفي رابعه وبعد ما تتخرج ان شاء الله. هنلاقي في الصوره هنا ابار احد الامثله بتاخد من نهر وطخ. هلاقي عندي في الصوره اللي جنبها طرمبات ميه. ساعات بيبقى فيه محطة مية شرب، تمام. كل الكلام ده محتاج ان انا ابقى فاهم البيزك برنسبلز بتاع الفيلم المكان. احد الابليكيشنز الثانية الاهوسة اللي بنسميها اللوكس، اللي هي بتدخل لي بتقدر تعدي لي المراكب وتعالج فرق المنسوب من مكان لمكان. بنسميه اسانسير المراكب، ان هو فبالتالي قبل البوابه بيبقى فيه ميه متحوشه وبعدين ببتدي افضي بالراحه. طب احسب ازاي القوه بتاع الميه اللي هتاثر لي على الحوائط الخرسانيه دي او على البوابات؟ محتاج ابقى فاهم فلويد ميكانكس. طب عمالين نقول فلويد من الصبح، محدش وقفني وقال لي يعني ايه فلويد ولا كلكم عارفين؟ الفلويد is a substance which deforms continuously under the action of shearing force. حتى لو صغيرة it can resist shear only when moving. وبالتالي ايه الكلام الفاضي اللي انا قلته ده؟ الكلام الفاضي اللي انا قلته ده معناه
ان الفلويد is unable to return any unsupported shape، يعني لو سبته هيقع ياخد الشكل اللي لازم ابقى حاطه في مكان contained، ما يقدرش زي السوليد. السوليد عكس الفلويد يقدر يمسك نفسه في مكانه، انما الفلويد حطيت شويه ميه في كوبايه لازم هيتحصروا بالجدار الكوبايه. طب حطيتهم على الترابيزه اللي قدامي دول هيفرشوا، وبالتالي هنلاقي اللي ينطبق عليه التعريف ده هو يا اما الجازز يا اما الليكويد، يا الجازز يا الليكويد. طيب ايه الفرق ما بين الجازز والليكويد؟ الجاز is a fluid that is easily compressed، يعني انا لو عندي جاز شوية هواء جوه بيستون، لو ضغطت عملت بريشر نفس كمية الهواء دول هيبقوا في فوليوم اقل، لكن الليكويد هيبقى صعب جدا، محتاج قوة رهيبة عشان ان انا اضغط نفس الفوليوم بتاع المية مثلا اللي هو ليكويد. فالليكويد اذا جاز mass of liquid is a given mass of liquid which occupies a fixed volume irrespective of the size of the container. يعني a free surface، ودايما بيبقى عندي فيه surface كده تكون boundary ما بين الليكويد والجاز، وده هيبقى مهم معانا في surface tension زي ما هنقول في المحاضرة الجاية إن شاء الله. وبالتالي هلاقي عندي دايما، عشان كده قلنا fluid mechanics، الاقي اللي بيمشي على الليكويد والجازز ممكن يبقوا قريبين من بعض، لكن السوليد مختلف تماما. فهلاقيني المسر بتاعي بقسمها، اي ماده بقسمها يا اما سوليد يا اما فلويد. سوليد دي it tries to return the original shape when under load due to the attraction force between molecules. يعني عندي حته حديد، فهلاقي ان حته الحديد دي القوه الانتر مولكيولر فورسز ما بين جزيء الحديد وجزيء الحديد اللي جنبه جامدة جدا جدا جدا، فحتة الحديد ماسكة في بعضها صلبة. طب لو عندي مية القوة أقل كتير ما بين جزيء المية وجزيء المية، أقل كتير خلاص. فهنا الفلويد has very weak intermolecular attraction forces to the fluid flows under slightest applied load، وبالتالي لو عملت أي لود هيحصل deformation للمية. فلو تخيلنا ان عندي سوليد حته حديد كده وانا زقتها بفورس من فوق، هيحصل ديفورميشن عامل زاويه فاي واحد خلاص. طيب لو القوه دي هل ديفورميشن ده معرض انه يتغير، ولا طالما القوه دي ثابته الديفورميشن فاي 2 هيبقى بعد شويه وقت هيبقى هو فاي واحد هو. طب تعالى بقى انا اتكلم على عندي شوية زيت، هيحصل لي ديفورميشن فاي واحد، لو سبته شوية كمان تمام ونفس القوة دي موجودة، لا الديفورميشن هيزيد يبقى فاي اتنين وهكذا، سبته شوية هيزيد خلاص. فبالتالي ده اللي بيفرق لي ما بين الفلويد والسوليد. طب دخلنا جوه الفلويد هنلاقي عندي حاجتين ليكويد وجازز. ايه الفرق ما بين الليكويد والجازز؟ الليكويد اهم فرق ان الليكويد ار اولموست انكمبرسبل، يعني محتاج قوه ضغط عاليه جدا 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 عشان اعمل ديفورميشن، لكن ان جنرال الليكويد حطيت نص كوبايه ميه هتفضل نص كوبايه ميه خلاص. حتى لو ضغطتها الفوليوم مش هيتغير كتير، هيتغير غالبا مش هيتغير يعني تمام. الحاجه الثانيه بيبقى عندي لازم فري سيرفيس ما بين الجاز والليكويد. طب الفورم ذا فري سيرفيس، لو جينا للجاز لا اتس ريلاتيفلي ايزي تو كومبرس، فعندي الجاز في كونتينر وانا عملت اي شويه ضغط تمام شويه بتستون ولا باي حاجه، هلاقي ان نفس كميه الجاز دي ممكن تبقى في نص الفوليوم، ففي ديفورميشن عالي. It completely fills any vessel in which it's placed. طب لو انا حطيت شويه الجاز ده هيفضل هو يملى الكونتينر كله مش عامل سيرفس، لكن في الليكويد عامل سيرفس واضح بالفرق الحجم بتاعه ما بين الليكويد والجاز. اكزامبل للليكويد زي الميه، ووتر، اويل، ميركري، جازولين، الكحول. طب الجاز اير، هيليوم، هيدروجين، ستيم اللي هو الووتر فيبر اند سو اون.
طب يا شباب، احنا دلوقتي اتعرفنا على ايه الفرق ما بين الفلويد والسوليد، واذا الفلويد ايه الفرق ما بين الليكويد والجازز. قبل ما نبتدي نخش على البروبرتيز اوف فلويد اللي هنبداها المحاضره الجايه، عاوزين نراجع سوا ايه الفرق بين الدايمنشن واليونت، وايه الفرق واليونتس المختلفه، ونتأكد على أهمية إن أنت في جميع المسائل اللي هتتعامل معها حياة في الكورس ده أو في غيره لازم اليونت تبقى هوموجيني. يعني هوموجيني يبقى نفس اليونت مع بعضها، ما باخدش كيلو جرام مع باوند نفس المعادلة مثلا. طب إيه الفرق بين الدايمنشن واليونت؟ أيوة يا محمد قول لي أنت. محمد بيقول لي الدايمنشن كل الحاجات اللي في الدنيا ليها ثلاثة دايمنشنز بس، ماس ولينث وتايم. أقدر أفرق، إنما اليونت لا، دي الوحدة القياس بتاع الدايمنشن ده. فمثلا لينث ممكن أقيسه بالمتر، ده إحدى اليونت. ممكن أقيسه بالسنتي، ده يونت تاني. ممكن أقيسه بالفيت، ده يونت تالت. فاليونت هي دي أساليب مختلفة للتعبير على نفس الدايمنشن. وبالتالي الدايمنشنز كل حاجة هتبقى بالماس M، لينث L، تايم T، ده الماس سيستم. طب لو الفورس سيستم بدل ما يبقى عندي ماس هيبقى عندي فورس F، لينث L، وتايم T. ستاتكس هيبقى فيها M و F؟ لا، أي يبقى كل معادلات الستاتكس بتاعتي هتبقى L و T بس. طب أول ما يبتدي يخش في الداينامكس لا، يبتدي يظهر لي ال M وال F. تمام. Example، الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. يبقى الفورس لو انا شغال يبقى الفورس ده بالفورس سيستم اف. طب لو انا عاوز اخليه بالماس سيستم يبقى الفورس بتساوي الماس في الاكسلريشن. الماس عندي ام، الاكسلريشن هي ريت اوف تشينج اوف فيلوسيتي، والفيلوسيتي هو ريت اوف تشينج اوف ديسبيسمنت. فال displacement L، ال rate of change of displacement تقسم على T بقت velocity، ال rate of change of velocity تقسم على T ثانية بقت acceleration، ال acceleration L على T squared. يبقى ال force M L T power negative 2 أو M L على T squared. طب ال force ممكن أقيسها بالداين، ده ال French system، ده ال Newton، ده ال international أو ال international system. ممكن أقيسها بالباوند فورس، ده الامريكان سيستم اوف يونت. ممكن اقيسها بالباوندال، ده البريتش سيستم اوف يونت. هلاقي عندي اربع انظمه شهيره من اليونت سيستم. اول حاجه الفرنش سيستم، ده الماس فيه بالجرام، اللينث فيه بالسنتيمتر، التايم في كلهم بالسكند، والفورس فيه بالداين. طب السيستم انترناشونال اس اي سيستم، الماس فيه بالكيلو جرام ماس، اللينث فيه بالمتر، والفورس فيه بالنيوتن. الامريكان سيستم هلاقي الماس فيه بالبلج، اللينث فيه بالفيت، والفورس فيه بالباوند فورس. البريتش سيستم هلاقي الماس فيه بالباوند ماس، واللينث فيه برضه بالفيت، والفورس فيه بالباوند ماس. وكلهم زي ما اتفقنا في التايم بالسكند. ودي اهم البروبرتيز اللي حضرتك ممكن تتعرض لها، حط لها الدايمنشنز واليونت بالانترناشونال سيستم او سيستم انترناشونال. فمثلا هلاقي عندي الاكسلريشن ال تي باور نيجاتيف 2 او متر بير سكند سكوير. تقدروا انتوا بقى تشتغلوا على الحاجات الثانيه وتثبتوها، ولو حد عنده سؤال يسالنا احنا او المعيدين بتوع الكورس. وكنوع من التدريب عشان تتأكد ان انت فهمت في برنولي ايكويجن اللي هي من اهم المعادلات اللي هنحتاجها السنة دي، تعامل مع الوحدات دي بريشر جاما زاد فيلوسيتي سكويرد اكسلريشن دي تو جرافيتي جي. حط الدايمنشنز بتاعتهم من التيبلز اللي فاتت،
خلاص، واتأكد إن هما الحاجات هتطير مع بعضها، وإن المعادلة دي ليها نفس الدايمنشن، يعني كل ترم فيه نفس الدايمنشن اللي بنسميها دايمنشن ليه هوموجيني، وهتلاقي الحل في السلايد الجاي.